هاد العدس كنا كناخذوه ب 15 ولينا ناخذوه ب 22 ياك، وحنا نبيعوه ب 25. هذاك الفول كنا كناخذوه ب 15 ولينا ناخذوه ب 18 درهم، 18 كناخذوه كنبيعوه حنا ب 22 20 درهم. اللوبيا كنا كناخذوها ب 15 درهم، دابا كناخذوها ب 20 درهم. حنا كناخذوها بالجمله ب 20 درهم، كنبيعوها ب 23 درهم. الحمص وداك الشيء حتى هو بحال بحال، بحال اللوبيا بحال العدس بحال الحمص بحال البصاره، كنا كناخذوها ب 12 درهم، دابا كناخذوها ب 15 درهم. البصاره ها هي البصاره، الفول المقشر كنا كناخذوه ب 12 درهم 10 درهم، دابا ولا دارنا 15 بجمله بجمله. ارتفعت الاسعار زايده 2 درهم 3 درهم حتى ل 5 درهم في الكيلو، في الكيلو حتى ل 5 درهم زايده في الكيلو. في هذا القطاني هذا كله انا قلت لك كنا كناخذوه ب 10 ولا ناخذوه ب 15، كنا ناخذوه ب 13 كنا ناخذوه ب 18. هادشي قلت القطاني قليله في السوق، ماشي كثيره، قليله في السوق بزاف. كنمشيو حنا للسوق وما كنلقاوش، بحال دابا كتمشي للسوق كتلقى كاميو واحد، اولا عند الفلاحه كتلقى جوج خناشي ثلاثه د الخناشي. هادشي اللي كاين هذا ما كاين، وهما السواقه بزاف، هما كاينين خمسه د الخناشي وعليهم 12 الناس ولا 20 الناس. واش ولا اقبال عليه بزاف على هذا القطاني مؤخرا، ولا عليه اقبال بزاف ولا تراجع ولا كيفاش؟ لا والو ما كاينش عليه الاقبال، لان الاسعار ارتفعت، بنادم بقاو كيديو 4 نص كيلو، اللي كانوا كياخذوا 5 كيلو ولاو يديو كيلو. هذا هو، لان بقى داك الشيء غالي عليهم بزاف، الناس اللي كياكلوا غالي عليهم الله يحسن العوار. والزيت براسها كنا كناخذوها كنبيعوها بالخمسة لتر ولا نبيعوها بنص لتر، الزيت غير نص لتر الكليات ما كيقدش عليها، غالية. الزيت دابا دايرة 90 درهم، 85 80 بالجملة سوق الجملة في الرحى بجملة دايره 80 درهم، حنا كنسقطوها ب 85 درهم. وكيجي هو كيجي شحال واحد كيجي السيطرة بحال هكا، السيطرة هذا ما كيد ما كيقدرش يدي 5 يطرا ولا يطرا، كيدي السيطرة هو اللي كاين. ها هو هذا الراجل جاي، راه جاي بالقرعة ديالو غيدي السيطرة ولا يطرا، هذا ما يتعداش ما يقدش على البيدو. شكرا لك بزاف. 5 يطرا ما يقدش عليها. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محسن المسعودي، بائع القطاني في إمام علي. هنايا في السويقة. واخا الثمن واخا، قلت اثمنة اللي بغيتي. اللوبيا دابا ولينا كنشريوها تقريبا ب 20 درهم الجملة، 21 ما بين 20 و 21، كنا كناخذها ب 18 دابا ولات غالات حتى هي. الحمص هو راه غلا، كنا كناخذوها ب 22 دابا ولات 23 25 بالجملة، حاجة مزيانة. العدس حتى هي ديال البلاد غالية، دايرة 22 بالجملة 21، هادشي جملة ماشي ديطاي. انا كنبيع الحمص 25، اللوبيا 22، العدس كنبيعها ب 20، وقناوه كنبيعها ب 20، المنقوب كنبيعو 18 درهم، البصاره كنبيعها ب 15 درهم. فهمتي هادشي اللي كاين. هادي ديال النيلو كنبيعها ب 360 ديال كندا، هادي كندا هادشي. وتا الثومه راه غلات، ماشي تا الثومه راه دابا راه وصل 65 درهم بالجمله. بحال زعما ارتفع، دابا ارتفع تقريبا ما بين 3 درهم حتى 4 درهم في الكيلو، فهمتيني. هادشي دابا ولا هادشي به العامل. دابا الحمص المزيان واصل 25 بالجمله، فهمتيني. واحد هي ما البيع ما بقاش، بنادم كيغلى ما كيبقاش كياخذ بزاف، صافي كياخذ نص كيلو رابعه كيلو، الى دا يدي كيلو ديك البيع كيولي كيقلع، البيع كيقلل ما كيبقاش بحال النهار الاول، ملي كيكون الثمن رخيص، ملي كيكون الثمن رخيص كلشي كياخذ، ياخذ بالكيلو جوج كيلو ثلاثه كيلو، ملي كيغلي هادشي كيولي كياخذ بكيلو نص كيلو، ما كيتعداش ولا رابعه باش يقضي الغرض وصافي. شي اقبال بزاف يعني الناس شويه في البرد، في البرد كيكون شويه الاقبال، في البرد كتكون البرد وديك الشمه، الحراره ما كيكونش على الاقبال بزاف ملي كيكون البرد. القطاني دابا مؤخرا دابا ولات كيرتفع الثمن ديالها بزايد مع الاحتكار كيكون وداك الشيء، كيرتفع الثمن وكتبقى السلعه كلشي كيستوكيوها، كيبقاو كتبقى تحتكر السوق كيبغى، فهمتي. ملي كيكون ملي كتكون شحال هادي بشحال هادي كان السوق مفتوح ما كيكونش احتكار، كيكون ديما السلعه مازال طايحه، ملي كيولي احتكروا السوق كيطلع السوق هادشي هذا.
ملي كيحتكر السوق بنادم كيستوكي السلعه كيبقاو يستوكيوها في الديبويات وديك الشيء كيولي يرتفع الثمن. هاد الاجر هذا حتى واحد ما كيزيد فيه، كيزيدوا في كل شيء والاجر ما كيزيدوش فيه. خويا شنو نقول لك، مسؤولي ما كاين حتى شي واحد اللي مسؤول على هذا الشيء، هذا راك عارف التجاره حره ما كاينش المسؤول عليها. التجاره كتكون حره ما فيهاش المسؤول، شي واحد مسؤول عليها. التجاره كتكون حره ما عندك على ما غتوقف، فهمتي؟ التجاره حره ما بحال الفواكه بحال كل شيء. التجاره حره ملي كتكون السلعه موجوده كتكون رخيصه، ومني كتقلل كيولي طلع السوق. ماشي ما دابا ماشي الاحتكار، دابا دابا الصبا ما كتجيش مزيان. هذا العام الصبا كيقول لك قليله ما كايناش، الحمص هذا العام هذا قال لك ما كاينش، هذا تقريبا كاين شي حاجه قليله، كاين العام اللي داز السلعه الخارج مازال ما دخلاتش اللي باش تطيح السوق ما كايناش، فهمتي؟ كنولي كيغلى هذا الشيء هذا. السلام عليكم بعدا، عيد مبارك سعيد. ودابا حنا في السوقه ديال امام علي، ودابا كنطلبوا مع هذا الشيء والخضره تطيح لنا شويه وكل شيء مزيان. طيح لنا شويه الخضره وشويه شهاده ما يكون غير الخير ان شاء الله، ولا يعطينا ما كتب عند الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم السي عبد العزيز الحداد. بالنسبه للقطاني راه رفعت الثمن ديالها، زادت واحد اثمنه خياليه، داك الشيء ما نقولكش. الحمص كنبيعوه هنا ب 440، دابا 470، 470 دابا خصنا 500، 500 الثمن ديالو. اللوبيا ب 440 بالجمله، هنا ب 440 باش كنبيعوها في امام علي. سوق الامام علي فيها الجوده وفيها الثمن مزيان، ثمن الجمله وشمتيني. عندنا سلعه قديمه، دابا على ما تسالنا هذه عاد نجيبوا السلعه الجديده، السلعه الجديده تهزت ثمن خيالي. هاد الزياده اخويا ما عرفناهاش مناش، الله يدير الخير وصافي، هادشي اللي نقول لك. وانت كتشوف بالنسبه للسلعه راه الجوده، طياب زبده والمرقه بيضاء على غليه، وانت كتشوف. انا صور لي هاد المساء هاد الخيرات اللي عندنا اخويا. انا واخويا شنو نقول لك، انا ما لقيت ما نقول، هادشي اللي عندي والله اعلم. لا لا والو، الناس شوف الناس كتجي كتدي غير 100 غرام رابعه 250 غرام، داكشي واش فهمتيني، داكشي قليل واش فهمتيني. ولاو الناس كيمشيو للواجد كيمشي ياكل في الزنقه احسن ما يطيب، واش فهمتيني. ياكل بيتزا ب 30 درهم، حمص داير ب 30 درهم، ياكل بيتزا على برا يبيعوا له الجلسه. بايعينه ب 45 درهم وشريناه ب 48 درهم. 48 درهم، يلا شو على، والله يدير الخير وصافي، هادشي اللي نقول لك. لا يفاجئها من عنده، ترجع الله سبحانه وتعالى المطر المطر، طيح الشتا، القلب القلب باش يتنفسوا القلوب، الله يدير الخير. الرسالة ديالي شنو نقول؟ أنا عييت أخويا، عييت ما نهضر. واش فهمتيني؟ خصني نسكت شوية. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.